ودازت قدامي ويا امي ويا محلاها، بنت بلادي وشابه ويا مبهاها. كيفاش ندير يا امي قلبي وبغاها، راني وليت كل يوم انا نستناها. يونس البولماني، مرحبا بك في جورنال الأصوات. أول سؤال نطرحه عليك، عرفنا على شكون هو يونس البولماني، السن، الحالة العائلية ديالو. أول حاجة السلام عليكم. بالنسبة للاسم يونس البولماني، يعني مدينة عرفود، السن 36 سنة، الحالة العائلية متزوج وأب لطفلين. مرحبا بك سي يونس. لاحظنا هاد الأيامات حاطين في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليك قبل الشهرة وبعد الشهرة، عاود لينا ما هو السر وراء تغيير اللوك ديالك؟ يعني هاد الصورة خلاص أنا لاحظتها وشاهدتها بزاف الناس، وكل اللي يكتب تعليق وهاديك باش يكتب. بالنسبة للصورة يعني حنا فقط كنا في واحد دايرين واحد الجلسة التصويرية، وهذوك بعض الصور كنت نشرتهم أنا على الحساب ديالي فيسبوك وحساب ديالي في انستغرام، يعني وتداولهم الناس بزاف، يعني كيرجعوا للماضي أنا كيفاش كنت. يعني أي واحد كيدخل المجال الفني يعني كيكون في الاول بواحد اللوك، ملي تدخل المجال يعني نورمالمون مساله عاديه انك كتغير، يعني الانسان ديما هو تيتطور. قول لنا الجديد الفني ديالك. بالنسبه للجديد الفني يعني كنت نزلت واحد الاغنيه بعنوان نحكي لك قصتي، وهذه الاغنيه كانت من كلمات والحان ديالي. بالنسبه للتوزيع يعني كان توزيع في وزعها سعيد ديلايت ستوديو سجلات القاهره في مدينة الدار البيضاء، والتصوير ديالها كان تم التصوير عند مهدي محجور بمدينة الرباط مع بعض الأصدقاء مثل سعيد المخ وبعض الأصدقاء، وكان الإخراج ديالها من عبد الإله الشيخ. واش كان العائلة ديالك الصغيرة دور في أنك تشهرتي وكملتي في هذا المجال، ولا غير وسائل التواصل الاجتماعي هما اللي عاونوك؟ يعني بالنسبه لهذا السؤال، وسائل التواصل الاجتماعي هما اللي كيعطيوك ديك الدفعه الاولى، يعني هما بينوك للساحه الفنيه. يعني لكن الا ما كانش شي واحد معاك في عائلتك اللي كيبقى معاك ما يمكنش تزيد تكمل، يعني نورمالمون يعني كاين عندهم دور العائله ديالي، يعني وخصوصا الاخ ديالي يعني هو اللي كيبقى مواكب معايا في هذا في الاعمال الفنيه، رغم انه هو ماشي المجال ديالو، يعني هو عنده التزامات اخرين بحكم العمل ديالو، لكن هو اللي كيكون دائما كيقنع. نبقاو فيما هو عائلي. كي داير البولماني الاب بحكم اننا عارفين ان عندك ما شاء الله جوج بنوتات الله يخليهم ليك، كي داير العلاقه ديالك معاهم؟ الحمد لله يعني العلاقه ديالي معاهم مزيانه، رغم انني يعني ما كنبقاش معاهم بزاف بحكم الظرفيه اللي كتعرف يعني انك خصك تكون دائما في هذه المناطق، يعني الدار البيضاء او الرباط، وربما شي مره تنسافر يعني للخارج. يعني الاشكال اللي كان ملي جات كورونا اني ما سافرتش، يعني بقيت هنايا، لكن كنمشي لعندهم كنجلس معهم، لان انا العائله ديالي كلهم مازالين في البلاد، وملي كيكون هكذا شي حاجه الخدمه ولا شي حاجه كنضطر نرجع لمدينه الرباط. واش فيما يجول انك منفصل انت والزوجه ديالك، واش هادشي صحيح ولا غير اشاعات؟ بالنسبه لهذا السؤال يعني فقط الاشاعات لا اقل ولا اكثر. تقدر تعاود لينا على الستيل ديالك اللي هو اصلا ما كنشوفوهش بزاف في المغرب، نقدروا نقولوا انت الوحيد اللي داير هذا الستيل، عاود لينا عليه شويه. بالنسبه لهذا الستيل يعني هو كيتسمى بالفن البلدي، هو باش بنت انا يعني واحد الحاجه اللي شويه مطوره على الفن البلدي، يعني اللي كنت انا كنحتفظ بالايقاع، يعني نقدروا نقولوا بعد نيو بلدي ولا البلدي المعاصر. هذا الستيل يعني كنديروا انا وكيديروا بعض الشباب في المنطقه ديالي، يعني هو في المغرب ما كانش معروف بزاف فهمتي، وملي جات ديك الاغنيه وتعرفت في المغرب ولاو المغاربه ولاو كيتعرفوا على هذا الفن، وكنتمنوا اننا نزيدوا نوصلوا لهم، وكنتمنوا علاش لا كاع نوصلوا حتى للعالميه. اخر سؤال سيونس، علاش ما شفناكش في شي اغنيه وطنيه؟ بالنسبه للاغاني الوطنيه يعني انا كنت غنيت واحد الاغنيه وطنيه اهداء لصاحب الجلاله، يعني وكاينه في اليوتيوب بعنوان سيدي يا سيدي، واللي كانت اغنيه كتعبر كتوصف صاحب الجلاله الله يطول في عمره، ويمكن تدخلوا اليوتيوب وتشوفوها. لاحظنا باللي بزاف ديال المغنيين ولاو ممثلين، واش البولماني الى جاه شي نهار شي عرض انه يولي ممثل واش يقبل ولا لا؟ وشنو الراي ديالك في هذه الظاهره اللي شفنا؟
هذه مساله بديهيه يعني، اي مغني كيقدر يجي الدور انه يمثل غادي يمثل الا كان داك الدور كيوافقه يعني. وحتى انا من هنا القدام نقدر ما نمثل ماشي بعيد، وهذه مساله يعني مساله عندي اصلا انا هذه الفكره كاين عندي وان شاء الله غادي نخدم عليها ان شاء الله. قول لنا شي رساله للجمهور ديالك. بالنسبه للرساله اللي نقدر نقول للجمهور الكريم انهم يتابعونا وكنشكرهم بزاف انهم ديما كيتابعونا وديما كيشجعونا، وربي يحفظ الجميع كاع المغاربه في ما كانوا في كما كنقولوا كاع في اي ارض وتحت اي سماء، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله، وربي يعزينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الحياه كما هي ان شاء الله، ونتلاقاو مع الجمهور مع الحباب مع الصحاب، وشكرا للجميع.